دشن وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر ووزير التعليم يوسف البنيان أول حافلة ذاتية القيادة لخدمة منسوبي وطلاب وزوار جامعة الملك سعود، حيث تعتمد الحافلة على تقنيات الذكاء الاصطناعي ومجهزة بكاميرات وحساسات محيطة بها للقيادة دون تدخل بشري ضمن مسار محدد، وتصل سرعتها إلى 30 كيلومترا في الساعة وتتسع لعشر أشخاص في الوقت الواحد أو الرحلة الواحدة.